هكمل مع حضراتكم في مقال هام جدا كان في الأهرام اليوم. هوامش حزينة في العام الجديد. نشر الدكتور سامح فوزي الكاتب الصحفي مقالا بجريدة الأهرام النهاردة، وتلاحقت عدة أحداث ووقائع حزينة في الأيام الأولى من العام الجديد يجب ألا تمر دون توقف أو تعليق، ليس لأنها تعبر عن تطور نوعي جديد بقدر ما هي تكشف عن استمرار حالات من الخلل الإنساني لا يصح المرور السريع عليها. وعشان هي لا يصح المرور عليها هنستضيف دكتور سامح دلوقتي ونقف قدام الحالات دي، لأن أعتقد مفيش حد مصري إلا وتوقف أمامهم حالة أو اتنين أو تلاتة من الحالات اللي أخدها دكتور سامح. وإن يبدأ العام بأنها هوامش حزينة دي بداية غريبة شوية. مساء الخير دكتور سامح. مساء الخير مدام ملفت، إزاي حضرتك؟ برحب بحضرتك معانا وكل سنة وحضرتك طيب. وأهلا وسهلا بالمشاهدين جميعا. ربنا يخلي حضرتك دكتور. بداية هبدأ مع العنوان لأن أنا المقال أخذني جدا، لأن تقريبا الأربع نقاط اللي حضرتك استرشدت بيهم وأخذتهم مفيش حد إلا وكان لي تعليق عليهم واحد أو اثنين من النقاط دي، نقاط هامة جدا. بداية هبدأ مع حضرتك من العنوان وهكمل بعد كده، يعني هوامش حزينة في العام الجديد، هل ما خفتش من هذا العنوان في هذا أن يكون بداية سنة هوامش حزينة يا دكتور؟ لا، يعني هو طبعا يعني المشكلة ان تكثفت الاحداث دي في فترة زمنية قليلة جدا وصادفت بداية العام الجديد، فبدت كما ولو انها يعني مجموعة من الهوامش الحزينة على مجموعة من الاحداث. يعني ما نيجي نتكلم عن حادث مثلا نجد ان شخصية كبيرة من رجل اعمال كبير يتهم ببعض الاتهامات تتعلق بنزاهته الجنسية او علاقته بفتيات صغيرات. ايا كان راينا وايا كان ان الموضوع رهن التحقيق والمحاكمه والمتهم بريء لن تثبت ادانته، لكن دلاله الحدث في حد ذاته مع احداث قبل كده كانت تخص مجموعه من رجال الاعمال، ده بيلفت الانتباه الى مساله تكوين راس المال واستخدامه في المجتمع. لما نيجي نتكلم على ان رحيل سيده فاضله ووطنيه بارزه زي المستشاره تهاني الجبالي او الاعلامي الاستاذ وائل الابراشي وقبليهم الدكتور جابر عصفور، وتفاجأ بكم كبير جدا من الشماتة والسباب والإهانات التي تلاحقهم على صفحات التواصل الاجتماعي لمجرد الاختلاف السياسي أو الاختلاف الفكري أو وجود مجموعات مناهضة لهم، فتفاجئ في الآخر أن أنت أمام حالة لا إنسانية، بمعنى أن المجتمع المصري ما يعرفش هذا الموضوع، لا هو مبرر دينيا ولا مبرر اجتماعيا ولا على صعيد التقاليد ولا على صعيد العلاقات الثقافية بين الناس. فدي مفاجأة. يعني الهامش الثالث تفاجئ بمعلمة المنصورة يعني. والحدث، هل هي كانت المشكلة ولا اللي راقبها المشكلة؟ خليني أقول لحضرتك رأيي من الآراء اللي سمعتها، وإن هي ما كانتش في خصوصية، هي ما كانتش في بيتها علشان تبقى في خصوصية، وما دام ده حصل في العلن يبقى اللي صور هو مش ما في كاميرات ثابتة بتصور. لا، ده نشاط اجتماعي والناس بتمارس يعني نوع من أنواع البهجة الاجتماعية وليس مسوغا لاي حد ان هو يصورهم. صحيح. ويفشي الامر على صفحات التواصل الاجتماعي. هو خد اذن مين؟ دي مساله خاصه جدا. في فرق ما بين شخصيات عامه بحكم توليها ووظائفها، فبتلاقي بعض العيون بتتعقبها، واحنا فاكرين القصه الشهيره بتاعه ديانا وكيف افضت في النهايه الى الحادث الماساوي اللي اودى بحياتها، يعني بسبب ان الصحفيين والمصورين كله كان بينتظر تحركاتها الى اخره. ان يوصل ده للمواطن العادي دي بقينا مأساة. المواطنين قاعدين في مكان او بيتصلوا بالتليفون او بيحكوا مع بعضهم او حتى بيمارسوا نوع من انواع البهجه ويلاقوا ان الكلام ده منشور على صفحات التواصل الاجتماعي، مين استاذنهم ومين افتقت على خصوصيتهم؟ لان دي حاجه خاصه حتى ولو عامه، يعني لكن المناسبه نفسها مناسبه خاصه مش مناسبة عامة، ودول مواطنين عاديين في النهاية، يعني لا هم أصحاب مناصب ولا هم في الهيكل السياسي بتاع الدولة ولا في أي حاجة. دول مواطنين عاديين راحوا رحلة فانبسطوا فقاموا يرقصوا، أيا كان رأينا ده مسألة تانية، لكن احترام خصوصيتهم دي مسألة ما فيهاش كلام. هل السوشيال ميديا والموبايل اللي بكاميرا اللي بقى في إيد كل الناس ما بقاش في حد عنده ليه خصوصية دلوقتي، بقينا متاحين طول الوقت؟ ما دي طبعا من ضمن المساوئ اللي موجوده في المجتمعات، ولابد ان من الحفاظ على خصوصيه الناس. يعني وده طبعا جرائم الانترنت والتعامل معاها، ان لابد في النهايه ان الناس يعني تتمتع بخصوصيه وتتمتع بحمايه لحياتها الخاصه. يعني ما هو دلوقتي بنشوف كل يوم
نوع من انواع الجرائم المختلفه جدا، وبعض الناس بتصور الطرف تاني وبتمارس عليه الابتزاز، سواء كان ولد يصور بنات او بنت حتى تدعي حاجات لم تحدث. فاذا احنا بنتكلم على حاله في المجتمع مفيش احترام لمفهوم الصوره ومفيش احترام لمفهوم الخصوصيه. لا، دي طبعا لابد ان هي تقف وتقف بشده. طب هنا ايه السبب يا دكتور؟ اتفضلي. ايه الاسباب اللي خلتنا بقينا بالشراهه الالكترونيه دي، ويمكن شراهه للضرر اكتر من نفع؟ انا ما بشوفش ناس مثلا بتستغل ننشر معلومه، نشير حد فاز بكاس كذا، بنت فازت في بطوله كذا، ما بقاش ده قد السلبيات. يعني هو انت في مجتمع برضو في قدر كبير جدا من التلاصق الاجتماعي، والناس كلها قريبه من بعضها، ومجتمع بيتكلم على بعض كتير، يعني في قدر من النميمه الاجتماعيه مش قليل، وده النميمه دي اللي انتقلت من المجتمع انتقلت لصفحات التواصل الاجتماعي. يعني بدل ما تصبح وسائل التواصل الاجتماعي مساحه للمعرفه والاستناره والفهم والمناقشات الجيده حول الظواهر، اصبحت مساحه للنميمه والشتائم، والناس تعبر عن مشاعرها السلبيه تجاه بعضها. ليه؟ لان ما فيش عليها رقيب، يعني هو الشخص هو المنتج للكلام اللي بيكتبوه، يكتب اللي هو عايز يكتبوه، وهو مش متشاف كمان، يعني هو كمان متخبي، فده مديله قوه تانية. سرعه الانتشار والانتشار اللحظي، غير كمان الموبايل اللي في ايدينا اصبح بيجمع ما بين الاتصال والتواصل، يعني لم يعد وسيله للاتصال، ما بقاش تليفون بس. بقى تليفون زي ما حضرتك بتقولي، في كاميرا بتصور، وفي وسائل تواصل اجتماعي بتعمل عمليه شيرنج او توزيع لهذه الصور لنطاق واسع، وفي كمان برامج بتعدل بعض الصور وبتعمل ما يمكن ان نطلق عليه الفبركه. طيب هنا الحل يا دكتور سامح ايه؟ ان الناس تقفل على نفسها، ما بقاش عندي صوري، ما اعملش، اخد بالي ان انا ما اخرجش، ما اعمل، يعني الناس تتخبى ولا ايه؟ لا، اللي انا بتكلم عليه ان الناس لابد من ان القانون يحترم خصوصيات الناس بالزبط. زي ما بيحصل في اي دوله ثانيه. يعني انت النهارده يا دكتور دي كانت واحده في البلكونه بتاعتها اتصورت على بعد كي يعني بينهم عدد من الكيلوات، يعني هل المشكله ان واحده خارجه البلكونه ولا المشكله اللي صورها؟ ده اللي صورها طبعا. مش قادر افهم، يعني طبعا المشكله في اللي صورها مش مشكلتها هي. بالمناسبه دي واحده اجنبيه ومش عارفه القواعد اللي موجوده في المجتمع المصري، وهي افادت بهذا، فتصبح النتيجه ان واحد واقف بيصورها. طب انت بتصورها ليه؟ يعني ايهما افضل؟ هل يلفت نظرها ان تقاليد المجتمع ما تسمحش بيه الظهور بهذه الطريقة؟ لا، ولا ده مش صور بس، صور ونشر، يعني النشر كمان في حد ذاته دي يعني قوة خاصة عند الراجل اللي عمل كده حقيقي أو السيدة. لا، شيء مؤسف جدا. ده نمط من أنماط النوع من أنواع الغضب الإلكتروني كده، يعني الناس بتتلصص على بعضها. طب قبل ما انتقل من منطقة التسريب، كل حاجة يقول لك تسريب، كلمة تسريب يعني انتهاك الخصوصية، يعني أنت متلصص. لأن الأصل في الأمور تبقى علنية. فانت لو تعرف حاجه خاصه وتنشرها يبقى انت بتفتقد على خصوصيه الناس. قبل ما انتقل منطقه السوشيال لمنطقه المعايدات، ودي يمكن حكايه كل عيد، خليني اخد راي حضرتك. انا بدات كلامي في بدايه الحلقه ان لما اتاخد اجراء قانوني ودخل النائب العام على قضيه الاعلامي الله يرحمه الابراشي، انا شايف ان ده شيء فير جدا وعادل ومحترم وخط كده صح. انا كزوجه قلقانة على زوجي او شايفه ان الوفاه فيها مشكله، لجأت للقانون. لكن فكره ان انا الجأ للسوشيال ميديا، ان انا السوشيال تتكلم قبل القضاء، ان انا اشير في الكلام ده كتير جدا، هل ده ظلم وائل الابراشي؟ هل ده كان المفروض يحصل؟ لا، هي اولا هي زوجة طبعا مكلومة طبعا رحيل زوجها لسبب هي تعتقد انه خطأ طبي، وكلمت على السوشيال ميديا عشان تعبر عن وجهة نظرها. والنيابة نفسها كمان بتتابع السوشيال ميديا بالمناسبة، وفي كثير من القضايا يعني ده عمل نوع من انواع الضغط ما يصل اليها من انا عارفة ان في مكتب مخصوص لمتابعة السوشيال ميديا والقضايا اللي عليه. فيعني قصدي هي اتكلمت كنوع من انواع ان هي توصل صوتها في قضيه كان محتاجين الناس ان هي تعرف لماذا تدهورت يعني مره واحده هذا الاعلام الكبير بهذه الطريقه، ولماذا يعني الفتره الطويله دي التي يعني لم يتمكن فيها من الانتصار على هذا الوباء او تداعياته اللي المت بيه. يعني فدي طبعا من المساغير. كمان الشخصيات المعروفه عاده سواء كانت سياسيا او اعلاميا، النمط ده من المناقشات بيبقى نمط معروف ومتداول، يعني الناس دايما تحب تعرف لماذا حدث هذا،
ويبداوا يعني يتتبعوا بعض الامور واماكن انتقاله ووجوده في المستشفى وخروج يعني انا شفت تصوير جوه غرفه نومه وهنا كان يرقد قبل انتقاله، دي كانت بالنسبه لي حاجه غريبه جدا. لا طبعا هو طبعا لابد يعني اذا كانت خلافا لرغبته لا يجوز هذا، لان دي برضو صحيح. قدس اقداس خصوصيته، يعني واحد في غرفه نومه او بيرتدي ملابس البيت وواحد يصور، طب ليه؟ يعني هو في الاول وفي الاخر هو من حقه ان يختار الصوره التي يظهر صحيح. بها الى المجتمع. صحيح. دكتور ونحن آخر لا نقطة نفرض عليه أشكال منها، يعني خلينا ننتقل لآخر نقطة وهي المعايدة علينا والحرام والحلال والجدل اللي بيحصل كل عيد واللي تقريبا يعني كويس إن حضرتك ذكرته. لا بس أنا أعتقد إن في جزء من الموضوع يتعلق بالاضطراب الفكري لمجموعات من الناس. خلي بالك إن يعني كم اللي بيعيدوا واللي بيهنوا وصفحات التواصل الاجتماعي كانت مبهجة يعني جدا. يعني وقامتهم كمان يا دكتور، يعني أنا ما أقدرش إن أنا يعني أقول إن دول أغلبية ولا حتى ليهم وزن في هذا الموضوع. يعني القطاع الأكبر من المسلمين داخل المجتمع المصري إنما يتبادلوا التهاني مع المسيحيين وهم اللي بيبادروا بهذه التهاني، لكن دي مجموعات أولا مشوشة جدا وتحركها النكاية السياسية. يعني برضو هم عندهم أزمة تجاه الحضور القبطي في المجتمع، وعندهم أزمة تجاه مشاركة الرئيس للأباط في الاحتفال بالعيد، وعندهم أزمة تجاه فكرة الاحتفال بالعيد أيضا. فيصبح الموضوع بالنسبة لهم كنوع من أنواع تعكير الصفو على الفضاء الإلكتروني. صحيح. يعني بس السموم، الشقاق، السجال الديني، حمل الموضوع لمساحة تانية خالص. وأنا مفروض أوافع على عقيدة واحد عشان أهنيه بالعيد؟ دي ظاهرة غريبة جدا، يعني دي مش موجودة في أي مكان في العالم. يعني جد. الناس بتتشارك التهاني وليس لها علاقة بمضمون الاحتفالات الدينية. بالمناسبة دكتور، أنا لدي احتفال ديني، لأن كده معناها أن احنا هنبقى رقباء على بعضنا بعض في المجتمع بعد كده. طيب أنا طالبة من حضرتك تقول لمشاهدينا اللي أنت كنت عايز تقوله في المقال سريعا. اللي أنا عايز أتكلم يعني اللي أنا عايز أتكلم في المقال إن احنا محتاجين أن يرتفع منسوب العقلانية والتسامح والاحترام خصوصية الناس داخل المجتمع، وده أحد معايير التقدم الأساسية للمجتمعات. تقدم المجتمعات مش تقدم في الشكل بس، ولكن تقدم في المضمون وأسلوب النظر للأشياء، وأيضا أسلوب تناول القضايا المختلفة. ده بينم عما إذا كان هؤلاء البشر متقدمين أم هؤلاء البشر متراجعين إلى الخلف. يعني بشكرك جدا دكتور سامح فوزي الكاتب الصحفي، شرفتنا ونورتنا، وكان لازم اتوقف يعني امام مقال هوامش حزينه في العام الجديد، لان تقريبا مفيش نقطه من النقاط اللي اتذكرت الا وشغلت حد فينا من غير ما يعرف يعبر عنها.